السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامجكم بين الناس، أهلا بكم. بين الناس يتبنى قضاياكم ومواقفكم ومواهبكم. اليوم حلقة خاصة جدا، هنسمع لصوت شجي، صوت الحنجرة الذهبية. إنه القارئ الشيخ رجب جبرين. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا، شرفت القناة ونورت البرنامج. الله يخليك. الله يكرمك يا سيدي. عايزينك أولا تعرف السادة الجماهير بحضرتك، من إيه اسم حضرتك ومنين ومن محافظة إيه ومقيم فين؟ أنا اسمي رجب عبد الرب إبراهيم جبريل، من مركز أبو حمص محافظة البحيري. تمام. درست فين؟ أنا الأول حفظت القرآن الكريم في كتاب. تمام. عند الشيخ محمود الهواري. تمام. حفظته في سن كام؟ حفظته من طبعا انا ما كنتش مدرج في بالنسبه للتعليم، ماشي، فانا والدي سهل عليا شويه. تمام. لحد ما عدى سن المدرسه يعني، فراح يقدم لي ما رضوش ياخدوني. تمام. فعمي قال له وديه الكتاب يتعلم الخط. تمام. ماشي، وطلعه يتعلم صنع في ورشه وخلاص كده. تمام. ده بنت اتمت القران في سن كام؟ طبعا لما ودناه الكتاب، طبعا الشيخ لقينا بنحفظ كويس، فقال لي والدي خليه يحفظ، هيحفظ ان شاء الله. المهم طبعا انا خلصت القران الكريم عندي 14 سنه. تمام. والتحقت بالازهر، دخلت من اولى اعدادي اللي هو اولى تجويد. تمام. واكملت الدراسه لحد ثالثه تخصص قراءات. حافظ القران بكم روايه؟ قراءه العشر. ده سمعنا حاجه كده نقرأه مثلا الحفص الاول، ولا عايز انا يعني بحب سورة يوسف. يوسف. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا
متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صدق الله العظيم. صدق الله. الله ينور عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. طب القراءة اللي أنت قرأتها دي رواية إيه؟ دي حفص.
والقرآن كم رواية؟ هم 10 قراءات. 10 قراءات. ما سلك الأعلى من في القراء حاليا؟ في القراء حاليا؟ حاليا اللي موجود بيقرأ حاليا. والله أنا مثل الأعلى في القراء، في القراء بصراحة يعني حاليا ما فيش حد. تمام. إنما أنا يعني مثل الأعلى في القراء، القراء الخمسة الأوائل. تمام. ليه أقول لك ليه بس؟ يعني عشان خاطر القراءة غير مصطنعة. يعني ما فيهاش لا تهليل ولا مجاملات ولا يعني ولا رياء ولا حاجة من دي. ماشي؟ تمام. طب في القراء السابقين؟ نعم. في القراء السابقين عباسط وال عباسط والشيخ صديق المنشاوي. تمام. وأنا أصلا أول ما بدأت كنت يعني على حسب رغبة جدي اللي هو أبو أمي. تمام. كان هو بيحب عباسط جدا جدا. فكان يتمنى يعني ان انا يطلع زي عباسط، فاول انا ما قراته كنت منقلده بالظبط. تمام. ده الشيخ رجب جبرين نفسه يقرا فين؟ حلمه يقرا فين؟ والله انا قدمت في الاذاعه مره قبل كده بس ما اختبرتش لان جيت الاذاعه. تمام. فصوتي مبحي كده فقالوا لي ما هنبلشك النهارده ونبعته لك ثاني، فما بعتوش ثاني. يعني انت لسه ما دخلتش اذاعه؟ لا لسه ما دخلتش. طب ما توجه رساله لنقيب القراء لفضيله القارئ مولانا الفاضل الشيخ عبد الفتاح الطاروت، وجه له رساله. السنه قبل اللي فاتت كنت انا دخلت معهد الاذاعه اللي هو بتاع الموسيقى. تمام. ودرست فيه فعلا شهر كامل او شهر ونص. هو القارئ بيستخدم يعني الالات الموسيقيه في القراءه؟ صلى على النبي. هو الالات الموسيقيه ديت هو الانسان اصلا بطبيعته صوته ماشي. تمام. يعني ودنه مش محتاج موسيقى، ودنه هو اصلا بتوجهه. تمام. او النغمه نفسها هي اللي بتحكم على صوته حسب المدود وحسب كل اصل الماده دي. مثلا في مد متصل مد منفصل. تمام. النهارده تسمع قارئ بيقرا مثلا مد المتصل اربع حركات وست حركات. تمام. ومد منفصل مثلا 4 حركات ويجي في صوته قصر في القراءه فيعمل ايه؟ فروح يمد الاولاني خالص 6 حركات عشان خاطر في الاخر في اخر الايه فنفسه بيقصر بيعمل ايه؟ يروح مخليها 3. معنى كلام حضرتك ده ان كده القراءه خاطئه. ما انا بقول لك انا عايز والمد في نظره كمثله. تمام. المد في نظره كمثله. انا مديت المد المنفصل 6 حركات. تمام. يبقى كله 6 حركات زي بعضه. تمام. ماشي. مديته 2 حركتين هو المد المنفصل بياخد ايه؟ 2 و4 و6. تمام. ماشي. طبعا عندنا في القراءات بياخد 3. تمام. في 3 قراءات في 3 يعني 2 و4 وفي 3 في 6. ماشي. فطبعا احنا هنا انا قرات كقارئ بنقرا بمد المنفصل 6 حركات او 4 حركات. تمام. ان كان 6 حركات امشي كله 6 حركات زي بعضه. تمام. ماشي. مش انا اقرا ايه فيها مثلا مدين 3 منفصل ونقرا المدين الاولين ب6 حركات واجي في المد الاخراني نفس يقصر فاروح عامل 2. ماشي. معنى اللي انا برضه فهمته من كلامك يا مولانا ان في قارئ مصطنع. بمعنى ايه قارئ مصطنع؟ ان هو يعني المقصد من الكلام ان القارئ ده بيحفظ له صوره او 2 يعني مش الهدف ان الايات تطلع صح او مخارج الايات تطلع صح. الهدف ان يعني اللي بيسمع يسمع النغمه وفقط. هو بيمشي على حسب صوته وعلى حسب هوا نغمته. ماشي. انما انا بمشي اقرا القران. ماشي. تمام. في يوم القيامه شفاعه لاصحابه. ماشي. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اقرا القران بلحون العرب واصواتها. ماشي. تمام. وطبعا الحديث طويل هو وياكم واهلي كذا كذا. ماشي. طبعا فانا عايز اقرا القران كما انزل ورتل القران ترتيلا او التحقيق احنا بنقرا بالتحقيق اللي قراءه المياتم والمعاز وكده والحفلات. تمام. بس ادي المدود حقه. ماشي. ان كنت انا بنقرا بمد منفصل بس مد منفصل كله زي بعضه. تمام. مد بخسر منفصل بكله كله زي بعضه. ماشي. مش انا بقى اروح اجيب قارئ يقرا لي هو صوته حلو. ماشي. تمام. ماشي. تمام. بس العمليه مش عمليه صوت. انا بقرا بسمع الناس في الاذاعه. هو يا مولانا هو الصوت مش بس بس الصوت بيطلع نتيجه القراءه الصح ولا نتيجه هو بحط غنه معينه بحيث ان المستمع ينبسط بيه. ايوه. يعني انا اقرا مثلا الغنه دي الغنه اسمها صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون المشدتتين. تمام. ايه الغنه دي مقدارها ايه؟ حركتين 2 بس. مش انا مثلا اقول ان وقت انا ماشي كده اغني وانا ماشي بيه هي حركتين 2. ماشي. ان الذين من حركتين اهو مش ماشي مش انا بقى الاقي نفسي هنخليها حلوه شويه اروح مزودها 4 ما ينفعش. تمام. دب يعني ما نفسكش تدخل الاذاعه وبعد كده رب يعني ربنا يوفقك وتقرا في الحرم؟ انا معظم يعني القراء اللي قعدت معاهم اقول له حلم حياتك يقول اقرا في الحرم. صلى على النبي. انا الشيخ حسن صالح لو انت تعرفوه الشيخ حسن صالح بيقرا قراءه المجد. تمام. دي كان زميل تخت. تمام. ماشي. وكنت بنقرا بنقعد جنبه يعني كان مدرسي يسالني. تمام. يقول بس اقرا فلان كان هو يقول لي اقرا انت شيخ.
ماشي؟ فكلهم بيتحلوا على بعض مين يقرا فين؟ الشيخ حسن صالح ما شاء الله ربنا يكرمه بيقرا حلقات المسجد دلوقتي وحاليا دكتور في امريكا ربنا يوسع عليه ماشي؟ كلنا بنتمنى نقرا في الحرم تمام ماشي؟ وكلنا بنتمنى نقرا في الاذاعه ماشي؟ بس اهم حاجه اللي يقرا يجيد القراءه مش 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 شرط ان نقرا شرط ان انا اكون بجيد القراءه يعني زي ربنا ما امرنا ان احنا نقرا به بالقراءه ديت يعني. طب انا عايز اسمع منك انت قرات لنا بروايه مين؟ حفص. عايز اسمع سوره الزلزله بروايه اخرى هتقرا لنا بروايه مين؟ اصل الزلزله ما فيهاش يعني مثلا اذا زلزله هي العشر روايات النقل مثلا في الارض تمام. اذا زلزلت الارض مثلا ورش ماشي والسكت برضه عشان نعرف الساده المشاهدين العشر روايات ما بيستخدموش في ايات القران كلها؟ لا عندك مثلا كلمه مثلا زي ايه وقالت هيت لك فيها دي اكتر اكتر من قراءه وقالت هيت لك حفص ابدا لنا بها ما يوسف برضه ما ابدا لنا بها انا ماشي. انا عارف ان هي صورة ابدا لنا ابدا لنا بها بروايه اخرى ماشي حاضر تمام طب نجيبه بقى من اول ولما بلغ شده واستوى تمام حكم علمه تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. أنا من منبر برنامج بين الناس أنا بوجه رسالة للنقيب نقيب القراء مولانا الفاضل الشيخ عبد الفتاح الطاروت. إزاي الشيخ رجب جبرين ما يدخلش إذاعة؟ إزاي الموهبة دي ما تدخلش إذاعة؟ أنا بوجه رسالة ويا ريت يعني نظرة للقراء دي، يعني بوجه الرسالة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروت مولانا الفاضل. أنا بقى يا شيخ رجب هديك اختيارات وأنا عارف إن الاختيارات ده صعب. هديك ثلاث أسامي أو أربع أسامي، تختار لي منهم رقم واحد. الشيخ يحيى الجمل، القارئ يحيى الجمل، القارئ هاني الحسيني، القارئ محمود عبد الرحمن القزاز. من رقم واحد فيهم؟ هتقول لي من رقم واحد؟ هسيبك تفكر بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم من الفاصل مرة تانية مع برنامجكم بين الناس. كنا عارضين على الشيخ رجب ثلاث اختيارات بثلاث أسامي هيرتبهم، فسألته قبل الفاصل ورجع هيرجع بعد الفاصل يقول لي اخترت المقرئ مين؟ طبعاً اختار ابن بلد طبعاً. مين؟ الشيخ محمود. الشيخ محمود عبد الرحمن القزاز. يعني أنت اخترته عشان ابن بلدك ولا اخترته عشان هو قارئ صوته جميل؟ هو كويس برضه، جميل ما شاء الله. وفي نهاية الحلقة بنشكر السادة المشاهدين ونلتقي في لقاءات أخرى.